صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. صباح جديد بيأتيكم من القاهرة الإخبارية. حلقتنا النهاردة هيكون فيها العديد من الجولات بين العديد طبعا من الملفات والموضوعات المتنوعة. هنروح بداية لموضوع يمكن مثير للجدل في الفترة الأخيرة، وهي الانتخابات التمهيدية الأمريكية، وده بعد ما استطاع دونالد ترامب الفوز في الانتخابات التمهيدية بولايتي نيو هامبشير وكارولينا الشمالية، لكن في الوقت نفسه لم تتخلى منافسته الجمهورية نيكي هيلي عن مواجهته في الحدث الأهم وهو الثلاثاء الكبير. هنكون كمان لينا جولة في ملف الصحة وحديث عن الأزمات أو النوبات القلبية وطرق التعرف عليها والوقاية منها ولماذا أصبحت أكثر انتشارا أيضا في الفترات الأخيرة. اليوم كمان بيشهد انطلاق حدث فني مهم في العالم العربي وهو مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة واللي بيحتفي باليوبيل الفضي هذا العام، وبيشهد كمان مشاركة عالمية واسعة وتكريمات مهمة للعديد من رواد السينما. كل ده وأكتر هنتابعه في صباح جديد النهاردة. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلو، لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله. Bonheur vient de me dire bonjour, et pour moi c'est le plus beau des jours, sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera, que jamais il ne me quittera, il sera mon meilleur ami. Il حلوه دي قامت تعجن في البدريه وديك بيتنا كوكو في الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنايعي، يا يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. هنبدأ أولى فقراتنا معاكم وهنروح لفقرة جوية جديدة هنتعرف فيها على درجات الحرارة، وكمان هنتعرف على أبرز الظواهر الجوية اللي بدأت تجتاح العالم في الفترة الأخيرة. نبدأ فقرتنا الجوية بدرجات الحرارة في العواصم والبلدان العربية. هبدأها معاكم من العاصمة القاهرة واللي بتشهد طقس بارد نسبيا، بتصل فيها درجات الحرارة العظمى اليوم ل 23 درجة والصغرى 14. نذهب بعدها إلى الرياض وأيضا بتشهد فيها درجات الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 12. هنصل لأبو ظبي واللي بتشهد أيضا طقس مستقر نسبيا وتكون فيها درجات الحرارة العظمى 23 والصغرى 21. أما تونس بتسجل العظمى 15 والصغرى 10، والرباط أخيرا بتكون فيها درجات الحرارة العظمى 17 والصغرى 6. هنذهب بعدها لدرجات الحرارة في العواصم العالمية ونبدأها من لندن واللي بتشهد طقس بارد وتسجل فيها درجات الحرارة العظمى 11 أو 8 درجات والصغرى 3 درجات. أما باريس فبتشهد فيها درجات الحرارة العظمى 11 درجة والصغرى 8. أيضا موسكو بتسجل العظمى درجة واحدة وبتشهد طقس شديد البرودة والصغرى بتسجل 3 درجات تحت الصفر. واشنطن العظمى 19 درجة والصغرى درجة واحدة. وبكين العاصمة الأخيرة أخيرا بتصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى 6 درجات والصغرى 3 درجات تحت الصفر. بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة في معظم البلدان العربية والعالمية، هنذهب لدراسة جديدة أظهرت مدى تأثير أكبر مطارات العالم على المناخ، إذ قالت الدراسة أن مطار هيثرو في بريطانيا من أكثر المطارات تلوثا في العالم، وتم إجراء أيضا هذه الدراسة فيما يقرب من 20 مطار حول العالم.
يبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. صباح الخير وعلى الله تبقى دنيا ريتها، دلهم شكله جميل يا ما شاء الله، حتى تحكى ريتها على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا مشرقنا شينا، وده من ده اللي ضايقنا ولا يعكر مزاجنا. لا انسى 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 لسه مستمرين معاكم في فقرات صباح جديد، وهناخدكم دلوقتي في جولة جديدة في عالم الصحافة، هنتعرف فيها على أبرز ما تناولته الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية. البداية من صحيفة The Guardian البريطانية، واللي قالت أن لجنة مؤثرة من النواب البريطاني زعمت أن الاحتجاجات الجماهيرية المتكررة في وسط لندن تستنزف موارد الشرطة وبتعرض أولويات الشرطة الأخرى للخطر، وهو الأمر طبعا اللي أثار قلق المدافعين عن الحريات المدنية. قالت كمان لجنة الشؤون الداخلية أن حجم وتواتر الاحتجاجات الخاصة بالمطالب الفئوية اللي بيتم تنظيمها بشأن الحرب على غزة فرضت ضغوط كبيرة على موارد الشرطة في الوقت اللي بتحاول فيه شرطة لندن تنفيذ تغيير ثقافي وتدريب الآلاف من أفراد جهازها للتعامل بصورة مناسبة مع هذه الأحداث. هنروح لوكالة سبوتنيك الروسية، واللي نقلت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اللي قال فيها إن إنشاء الدول الأوروبية لتحالف صاروخي لتزويد كييف بأسلحة مناسبة لضرب عمق روسيا هيكون خطوة انتحارية. أشار لافروف إلى إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أعلن عن إنشاء نوع من التحالف الصاروخي التاسع، واللي بيتضمن توريد أسلحة بعيدة المدى. أما صحيفة ذا هيل الأمريكية اللي قالت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بات قريبا من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لكن الرحلة كشفت أيضا عن بعض العقبات الحقيقية في طريقه لاستعادة البيض الأبيض. كان أداء منافسته الجمهورية نيكي هيلي كانت أداءها أفضل في مناطق الضواحي اللي بتلعب دور حاسم في الانتخابات الرئاسية نوفمبر القادم، وبيأتي ده رغم فوز ترامب في ولايتي كارولينا الجنوبية ونيو هامبشير. استكمالا لهذا الخبر، الحقيقة أن تمثيل ترامب للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لم يحسم بعد، لكنه بيستعد بكل قوة للثلاثاء الكبير المقرر في 5 مارس القادم، وهو اليوم اللي بيتم فيه تحديد الفائز لتمثيل الأحزاب الأمريكية في 15 ولاية مختلفة. حالة ترقب واستياء تجتاح الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان. هذه الولاية التي تعتبر آخر وجهة لإعلان أسماء مرشح السباق إلى البيت الأبيض من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. هذا العام ستلعب ولاية ميشيغان دوراً أكثر أهمية، سواء بالانتخابات التمهيدية للحزبين أو الرسمية للرئاسة، خاصة بعد إطلاق العديد من الحملات المناهضة للرئيس بايدن بسبب دعمه للحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة. وقررت مجموعة من الناخبين في ولاية ميشيغان معظمهم من المسلمين والشباب ومن ذوي الأصول العربية
التصويت بغير ملتزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، عوضاً عن التصويت للرئيس الحالي جو بايدن احتجاجاً على سياسات إدارته إزاء الحرب في غزة. وقامت مجموعة تحمل اسم استمع إلى ميشيغان بإدارة حملة مناهضة للتصويت للرئيس الأمريكي، مؤكدين أن الولاية ذات الأغلبية المسلمة ترفض التصويت لبايدن أو لمنافسه ترامب بسبب تصريحاته العنصرية ضد العرب والمسلمين. وكان الآلاف من سكان الولاية خاصة في مدينتي ديربورن وديترويت قد تظاهروا في أكثر من مناسبة مطالبين إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن عدم استجابة الرئيس الديمقراطي دفعهم لاتخاذ قرار الاحتجاج عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية والتلويح بالامتناع عن التصويت في الانتخابات العامة. المعركة الانتخابية بالنسبة للديمقراطيين بدأت في ميشيغان قبل أوانها بعدما رفضت قيادات ديمقراطية في العديد من مدن الولاية التصويت لمصلحة بايدن، ومن أبرز هذه القيادات النائبة رشيدة طليب وعمدة مدينة ديربورن عبد الله حمود، إضافة إلى الكثير من القيادات الديمقراطية. للمزيد عن الحديث حول هذا الموضوع بينضم إلينا من ولاية فيرجينيا الأمريكية الصحفي المختص بالشأن الأمريكي أستاذ محمد العالم. يعني برحب بحضرتك في صباح جديد في البداية، وعايز أعرف منك تقييمك للجولة الأخيرة من الانتخابات التمهيدية اللي بتشهدها الحزب الجمهوري، وهل بتمثل فعلا نيكي هيلي بالتهديد لترامب أم أن الفوز عليها مجرد مسألة وقت؟ نعم، صباح الخير، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أعتقد أن مسألة ترشح ترامب عن الحزب الجمهوري هي مسألة محتومة وملف مغلق إلا إذا تم إعاقته قضائيا، وأعتقد أنها في الأصل تراهن على هذا الأمر، وفكرة يعني أنها مستمرة حتى الآن في هذا السباق التي تعلم أنها خسرته بالفعل منذ البداية، هو يعود لفكرة أن بعض التقارير ذكرت أن ترامب يواجه يعني بعض المخاطر في أن يصدر ضده أمر قضائي يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي يكون مستحيل على الحزب الجمهوري أن يخاطر به أو أن يرشحه عنه في الانتخابات القادمة. أعتقد أن هذه هي النقطة الوحيدة التي تراهن عليها، لكن يعني أعتقد أن الجمهوريين في العموم يعلمون جيدا أن ترامب هو الوحيد القادر على المنافسة في الانتخابات القادمة، وأنه إذا ما ترشح مستقلا فسيكون خطر على الحزب الجمهوري نفسه، لأن يعني ترامب أعتقد أنه ضمن فئة كبيرة منذ الانتخابات السابقة حوالي 70 مليون صوت مضمونين لترامب لم يتغيروا وينتظروه حتى الآن، مقارنة بالأداء يعني السياسي والاقتصادي الضعيف جدا للرئيس بايدن، وبالتالي المجتمع الأمريكي نفسه مهيئ حاليا لاستقبال ترامب مرة أخرى والعودة إلى حالة الزهو الاقتصادي التي حدثت في عصره، يعني حتى جاء أمر يعني كورونا وهدمت كثيرا من إنجازات ترامب الاقتصادية. لهذا أعتقد يعني أن المجتمع الأمريكي نفسه وليس الحزب الجمهوري يعني ينتظر ترامب بشدة، ومن الصعب على أي مرشح أن ينافسه في الانتخابات نفسها وليس فقط في الحزب الجمهوري. طب برأيك أستاذ محمد، لماذا بتصر هيلي على الاستمرار في هذه الانتخابات على الرغم من دعوات مؤيديها بالانسحاب منها مع تلقيها خسائر طبعا متتالية أمام دونالد ترامب؟ نعم، أعتقد أن أنا كما قلت أعتقد أنها تأثرت ببعض التصريحات المناهضة لترامب. كان في يعني محامي سابق لترامب ممن سحبوا من هيئة الدفاع عنه، قال بأن ترامب يواجه اتهامات فعلية ومخاطر فعلية ربما تمنعه
من ترشح انتخابات القادمة، أعتقد أنها تراهن على هذه التصريحات وعلى هذه الأمال. سياسياً هي تعلم أنه ليس هناك أي أمال لها في منافسة ترامب بالحزب الجمهوري، لكن الأمل الوحيد في أن يتم معقل ترامب قضائياً، وبالتالي لا يكون له يعني أي تواجد في الانتخابات القادمة وتكون هي المرشحة الوحيدة. لكن سياسياً لا يوجد أي أمل لها، ترامب يكتسح، وأعتقد أن الثلاثاء الكبير سيأتي متمم لترشح ترامب وينهي كل أملها وكل فرصها، لكن هي يعني تراهن على فكرة عرقلته قضائيا وفقط. طب لو اتكلمنا على ولايات بالتحديد زي ولاية كارولينا الجنوبية وأهميتها اللي بتمثلها لمرشحي الرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري بالتحديد. نعم، هي من ضمن يعني الولايات المتممة الأولى التي تعبر عن يعني عن مزاج صوت الجمهور الذين أثبتوا بالفعل أن يعني كل اختياراتهم تتجه بترامب، وأن استطلاعات الرأي صدقت في أن ترامب سيكتسح هذه الانتخابات مهما كان مرشحه. وأعتقد أن حكم ولاية فلوريدا فطن لهذا الأمر ويعني انسحب من هذا يعني السباق مبكرا على أمل أن يكون ضمن يعني الطاقم الذي سيكون مع الرئيس ترامب نفسه إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. كارولينا الجنوبية يعني هي كما قلت تعطي انطباع قوي بما أنها الولاية التي تسبق الثلاثاء الكبير، وبالتالي هي أعطت انطباع قوي بأن ترامب سيكون هو الفائز في الثلاثاء الكبير، وهو يعني ثلاثاء تصوت فيه 15 ولاية، كما أن هذه الولاية ولاية يعني نيكي هايلي نفسها كانت تراهن عليها بشدة، لكن للأسف لم تفلح هذه المراهنات، وأثبتت قوة ترامب على الأرض بين يعني المصوتين الجمهوريين على الرغم من كل يعني الهجمات التي تعرض لها في السنوات السابقة، إلا أنه أثبت نفسه سياسيا وأثبت أنه مستعد وبشدة، ليس فقط لانتخابات الحزب الجمهوري ولكن الانتخابات النهائية، وأعتقد أنه سيكون يعني الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. هل نقدر نقول أستاذ محمد أن الانتخابات التمهيدية دي بتعتبر مؤشر على حسم قدرات المرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في حسم الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي؟ نعم بالتأكيد، وهنا يعني هي بتثبت كما قلت قوة ترامب، وإذا ما اتجهنا الجانب الآخر الجانب الديمقراطي استمر أنها تثبت مدى ضعف بايدن ومدى ضعف الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة. يعني فكرة 15% ممتنعين عن التصويت داخل الحزب الديمقراطي في ميتشيغان وغيرها ضد بايدن تثبت بأن النسيج الديمقراطي مختلف على شخص بايدن نفسه، وبالتالي ربما لن يكون له أمال في الانتخابات النهائية، وأن ترامب إذا ما ترشح ضده فسيكون مكتسح وسيكون يعني، وأعتقد أن هذه الانتخابات ستغيب الحزب الديمقراطي نفسه عن الانتخابات، ليس الانتخابات يعني فقط الرئاسية ولكن التشريعية أيضا. إذن يعني هذه الانتخابات نعم هي انتخابات تظهر مدى قوة المرشحين وتعطي يعني انطباعات مؤكدة عن الانتخابات الرئاسية النهائية. توضح يعني المزاج للناخب الأمريكي بشكل عام. يعني أستاذ محمد العالم كنت معنا من ولاية فيرجينيا الأمريكية، شكرا لوجودك معنا في صباح جديد. ولسه مكملين جولتنا الصحفية، وهنروح لصحيفة الشرق التونسية وخبر حول زيارة مرتقبة من المقرر لها اليوم لرئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني إلى فرنسا، واللي بتستمر هذه الزيارة لمدة يومين تقريبا، وبيلتقي فيها بنظيره الفرنسي جابرييل أتال، وبعد أن تحدث هاتفيا مطلع هذا الشهر وتبادل أطراف الحديث حول مختلف الأوضاع الإقليمية. هنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر، بتنضم إلينا مراسلتنا من تونس نسرين رمضاني. نسرين صباح الخير عليك وصباح جديد. يعني لو تعطينا في البداية كده نسرين تفاصيل عن هذه الزيارة، زيارة الرئيس التونسي لفرنسا، وأهميتها بالتحديد في هذا التوقيت يا نسرين. صباح
صباح الخير عليكم جميعا. اليوم بالفعل يبدأ رئيس الحكومة أبي أحمد الحشمي زيارة إلى فرنسا تدوم ليومين. رئاسة الحكومة لم تعلن رسميا عن هذه الزيارة، ولكن المصادر الإعلامية والمصادر المقربة ويعني في رئاسة الحكومة تحدثت عن هذه الزيارة. أهمية هذه الزيارة طبعا تأتي في إطار الملفات المهمة التي تتضمنها أجندتها أجندة أحمد الحشمي، ويذهب إلى فرنسا لمناقشة بعض الملفات الهامة في ما يتعلق بالتعاون الثنائي بين تونس وفرنسا، من بينها طبعا وعلى رأسها بالأساس هي الملفات الاقتصادية والمالية. طبعا فرنسا هي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس، وبالتالي هذه الملفات تحظى بحيز هام في أي مفاوضات بين المسؤولين التونسيين والمسؤولين الفرنسيين. أيضا من الملفات الأخرى المهمة والتي من المنتظر أن يتناولها أو تتناولها هذه الزيارة هو ملف الهجرة، بالأساس الهجرة غير النظامية وكيفية مواجهتها، لأنها طبعا ملف ومشكلة تؤرق الطرفين، تؤرق تونس وتؤرق أيضا فرنسا وبقية أعضاء ودول الاتحاد الأوروبي. وأيضا هناك ملف الهجرة النظامية، لأن بين تونس وفرنسا هناك العديد من يعني اتفاقات التبادل في ما يتعلق ب يعني هجرة ما يسمى في تونس وما يسمى عموما بهجرة العقول. هناك يعني العديد من الأطباء والمهندسين التونسيين الذين يهاجرون إلى فرنسا للعمل يعني بعقود نظامية، وبالتالي هذا من المهم مناقشة هذه الملفات لضمان ظروف عمل أفضل يعني للتونسيين الذين يريدون العمل في أوروبا. هناك أيضا التونسيون الذين يعملون في مجالات أخرى بالأساس في يعني طبعا في مجال التقنيات الحديثة والعديد من المجالات الأخرى التي يعني تريد فرنسا استقطاب بعض التونسيين للعمل لديها. ملفات أخرى أيضا تتعلق بالتعاون الثنائي في المجالات الثقافية والتعليمية، لأن هناك العديد من المشاريع الثقافية ويعني التعليمية التي تديرها فرنسا هنا في تونس، طبعا إضافة إلى مثل ما قلنا الملفات الاقتصادية، حيث أن في تونس هناك 1600 مؤسسة فرنسية تعمل في تونس، وهذه المؤسسات تشغل العديد من فرص العمل. بالتالي كل هذه الملفات لها أهمية كبيرة في هذه الزيارة، ومن المقرر أن يتم مناقشتها، وستصدر في نهاية الزيارة يعني بيان أو يعني ننتظر نهاية الزيارة لنعرف ما هي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة. طيب هروح معاكي يا نسرين لصحيفة المغرب التونسية، واللي ذكرت أن مؤسسة المسرح الوطني التونسي أيضا استقبلت عدد من الأطفال الموضعين في مراكز الإصلاح. تفاصيل هذا الحدث وتأثيره أيضا على نشر الوعي الثقافي والثقافة هناك في تونس. نعم بالفعل، مؤسسة المسرح الوطني يعني خلال الأسبوع كانت قد نظمت عرضا مسرحيا حضره الأطفال أو يعني القصر المدعين في مؤسسات إصلاحية، وأيضا هناك عرض آخر حضره أطفال من قرى الأطفال SOS، معروفة في تونس بقرى SOS، وهي قرى يعني تحتضن الأطفال من فاقدي السند العائلي. هذه المبادرات تأتي في إطار مثل ما قلت نشر الوعي الثقافي، وهؤلاء القصر صحيحهم يعني يقضون فترة سجنية لبعض الجنح التي ارتكبوها، ولكن الثقافة دائما يعني الحكومة التونسية تحرص على أن تصل الثقافة إلى هذه الفئة، وبالتالي يعني تساعد في عملية إعادة تأهيلهم وإصلاحهم وتقويم سلوكهم يعني في إطار أن يتبنوا أكثر سلوك سوي وصحي، وأن يكونوا في المستقبل مواطنين يتمتعون بتوازن نفسي وتوازن مجتمعي. طبعا المسرح والثقافة بشكل عام لها دور كبير في بناء شخصية الطفل وشخصية الشخص يعني العاقل الكهف، وبالتالي هذه المبادرة لها أهمية كبيرة، لأنها يعني
إلى جانب حضورهم هذه العروض المسرحية، هم أيضا هؤلاء الأطفال الذين المدعين في المؤسسات الإصلاحية أيضا يشاركون في أنشطة ثقافية وفي نوادي داخل المؤسسات التي يعني هم موجودون فيها، وأيضا يشاركون في بعض المسرحيات، وهم أيضا ينتجون بعض المسرحيات تمثيلا وإنتاجا من خلال مؤسسات التي هم موجودون بها بالتعاون مع بعض أو العديد من المؤسسات الثقافية الأخرى في تونس. يبدو أن تونس بتشهد الكثير من فعاليات هذه الأيام. أيضا ماذا عن تفاصيل افتتاح وزيرة الأسرة التونسية لمركز الأمان الخاص بإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المراهقين المرافقين لهم؟ عفوا نعم، افتتحت وزيرة المرأة والأسرة افتتحت وزيرة المرأة والأسرة مركز الأمان الذي يتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهم. هذا المركز هو الأول من نوعه في ولاية مدنين تحديدا في مدينة بنجردان، لكنه هو المركز رقم 13 في تونس. هناك 13 مركزا من هذا النوع، يعني مراكز إيواء لنساء ضحايا العنف المنزلي، وهذه المراكز هذا المركز وبقية المراكز الأخرى تقدم مساعدة كبيرة لهؤلاء النساء. طبعا هناك جزء يتعلق باستقبالهم، توجيههم، الإنصات لهم ولمشاكلهم، وتوجيههم فيما يتعلق بالمسارات إذا ما أرادوا. طبعا هناك تتبعات قضائية لمن يمارس العنف على النساء، وبالتالي هذه المراكز توفر لهم المساندة القانونية والتوجيهات اللازمة، يعني كيف يتقدمون برفع القضايا وكيف يتابعون هذه المسارات القضائية. إلى جانب ذلك هناك الدعم النفسي، والدعم النفسي الذي هو مهم جدا في هذه يعني في هذه الحالات، حالات التعرض للعنف. وأيضا هناك الدعم المادي، فهذه المراكز بالتعاون مع مؤسسات أخرى تونسية وأجنبية يعني تقدم فرص عمل، يعني تساعد بتدريبات، توفر تدريبات مهنية لهؤلاء النساء خاصة من ليس لهم مورد رزق، بالتالي توفر لهم تدريبات ليتمكنوا من فتح مشاريعهم الخاصة وأن يكون لهم مورد رزق ومالي مستقل، وبالتالي هذه الاستقلالية المالية تساعدهم على تجاوز المحنة التي تعرضوا إليها من جهة، ومن جهة أخرى إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن كل ما يتعرضون له من انتهاكات جسدية ومادية ونفسية وما إلى ذلك. هذه المراكز لها حققت نجاحات كبيرة. مركز الإيواء الأمان بنجردان طاقة استيعابه 10 أسرة، لكن من المتوقع أن يتم يعني تعميم هذه المبادرات أكثر فأكثر على بقية الولايات والمدن التونسية. ففي خطة وزارة المرأة تريد أن يكون لكل ولاية مركز أمان يتكفل بضحايا العنف موجود في كل مكان، وبالتالي لا تضطر هذه النساء للذهاب بعيدا أو القبول والخضوع للأمر الواقع والرضا نوعا ما بحالات عندما يتعرضن للعنف المنزلي. بالتالي تريد وزارة المرأة تقريب هذه الخدمة من الجميع ونشر الوعي أكثر فأكثر بضرورة مناهضة العنف المسلط ضد النساء وعدم القبول به تحت أي مبرر أو تحت أي ضغط، لأن ليس صحيح هناك أي مبرر للخضوع للتعرض لهذا العنف المنزلي. صحيح. نسرين رمضاني مراسلتنا في تونس، شكرا لك نسرين على كل هذه المعلومات. طيب هنروح لصحيفة الوطن المصرية واللي أشارت إلى أن اليوم يشهد افتتاح فعاليات الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وأن المقرر يحتفل المهرجان هذا العام باليوبيل الفضي لأول مهرجان للسينما التسجيلية في مصر والوطن العربي. هذه الدورة طبعا بيشارك فيها أكثر من 120 فيلم، وبيشهد أيضا المهرجان تكريمات لصناع السينما التسجيلية من مختلف دول العالم. هيكون كمان في ورش وتفاصيل كتيرة للاحتفاء باليوبيل الفضي.
للمزيد من التفاصيل حول هذه الدورة الجديدة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة بينضم إلينا من مدينة الإسماعيلية الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان. أهلا بحضرتك معنا، نور صباح جديد. وطبعا يعني أتمنى لحضرتك في البداية أن هي تكون دورة موفقة لهذا العام، ولكن أبدأ أعرف من حضرتك يعني فعاليات هذا المهرجان والاحتفاء باليوبيل الفضي لهذا اليوم. أهلا بحضرتك. أهم الفعاليات يعني هي الفعاليات الأساسية اللي هي المسابقات الدولية للمهرجان، في 4 مسابقات في المهرجان للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة وللأفلام الروائية القصيرة وأفلام التحريك أو الأنيميشن. بعد كده بيبقى عندنا برامج خاصة بتتغير كل سنة. السنة دي طبعا بمناسبة 25 سنة أو 25 دورة على المهرجان، لأن عمر المهرجان أكثر من 25 سنة، يعني هو عمره 30 سنة لكن كان توقف بعض السنوات، فدي الدورة 25. ففي احتفال بقى خاص بهذه الدورة، في برنامج خاص بنقدم فيه مجموعة من أفضل الأعمال اللي اتعملت على مستوى العالم خلال ال 25 سنة اللي فاتت. طيب لو اتكلمنا عن يعني هيكون هناك ايضا افتتاح كبير بحضور كبير جدا من مختلف البلدان، يعني لو تعطينا برضو تفاصيل خاصه عن حفل الافتتاح. حفل الافتتاح هيقام في قصر الثقافه، وهو مرتبط بمهرجان الاسماعيليه منذ نشاته، لانه اول فعاليه اقيمت في هذا القصر سنه 1995 كانت افتتاح مهرجان الاسماعيليه. فالحفل الافتتاح سيقام في قصر الثقافة بحضور وزارة الثقافة إن شاء الله، وعدد كبير جدا من المدعوين ومحافظ الإسماعيلية طبعا. وسيقام في حوالي الساعة 6 مساء. هيكون فيه فيلم قصير كده عن تاريخ المهرجان، بالإضافة لعرض فيلمين لواحد من رواد السينما التسجيليه في مصر عبد القادر التلمساني بمناسبه مرور 100 سنه على ميلاده، بجانب طبعا بعض الفعاليات الاخرى المرتبطه بالافتتاح زي تقديم البرومو والافلام المشاركه في المسابقات المختلفه. طيب هو وقع الاختيار هذا العام على 3 مكرمين، يعني كانت ايه معايير اختياركم للتكريم بتلك الدوره تحديدا استاذ عصام؟ احنا عادة عندنا بيبقى عندنا 3 مكرمين، واحد عالمي، واحد عربي، واحد مصري. هذا العام عندنا تكريم الدولي المخرج الامريكي ستيف جيمس، هو واحد من اهم المخرجين الافلام الوثائقية في العالم وواحد من انجحهم، يعني يمكن هو اول واحد كان ليه فيلم عرض في دور العرض العامة وحقق ايرادات تنافس الأفلام الروائية الطويلة ده في التسعينيات يعني. بجانب ده في تكريم عربي للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل، وهو مخرج حاصل على جوائز كثيرة جدا من مهرجانات عالمية ومنها مهرجان الإسماعيلية اللي شارك فيه قبل كده وحصل على عدة جوائز. من مصر عندنا الفنانة سلوى محمد علي. احنا عندنا افلام روائيه قصيره، وفي بعض الممثلين بيهتموا بهذه النوعيه، مشاريع التخرج والافلام القصيره، وبيبقى عندهم حس بالمغامره ورغبه في دعم الشباب. فمن اكثر هؤلاء الحقيقه هم الفنانه سلوى محمد علي اللي شاركت يمكن في اكثر من 100 فيلم قصير في مسيرتها الفنيه. هي فنانة قديرة طبعا وليها أدوار مميزة وبصمة مختلفة جدا بتسيبها في أعمالها، ولكن واحنا بنتكلم النهاردة عن مهرجان الإسماعيلية طبعا اللي بيعد واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم. عايزة أعرف برضو من حضرتك عن الشراكة ما بين إدارة المهرجان والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لو برضو تدينا تفاصيل أكتر عن هذا التعاون. عندنا تعاون كبير الحقيقة معهم، يعني إحنا عندنا كمان بجانب المسابقات الأربعة الدولية عندنا مسابقة للطلبة المصريين استحدثناها من عدة سنوات، شارك فيها مشاريع تخرج من كل جامعات مصر تقريبا، يعني دلوقتي ما بقاش معهد السينما بس اللي بيدرس سينما،
بقى في كل جامعات مصر تقريبا اقسام لدراسه صناعه الافلام وغير المدارس الخاصه كمان اللي موجوده في مصر. فهذه المسابقه معنيه بهؤلاء، يعني دايما بيشارك فيها طلبه لسه بيعملوا مشاريعهم لاول مره. فاحنا عندنا من شركه سينرجي جوائز ماليه مقدمه لهؤلاء الطلبه، وعندنا من قناه الوثائقيه دعم لانتاج فيلم جديد او اول بقى للي بيفوزوا في هذه المسابقه ان شاء الله. بالاضافه طبعا في بروتوكول مع القناه الوثائقيه لتغطيه فعاليات المهرجان وحضور مكثف جدا لفريق العمل في الاسماعيليه. طيب هل برضو هذا العام هيضم المهرجان عدد من الورش المختلفه اللي ممكن برضو لو تدينا تفاصيل عنها اكتر يا استاذ عصام؟ عندنا عدد كبير جدا من الورش، عندنا ورشه دوليه شارك فيها محاضرين من امريكا، عندنا محاضرات على مدار الاسبوع كله ماستر كلاسز، لان الافلام اللي هي البرنامج الخاص المميزه دي اللي هي من افضل الافلام اللي اتعملت على مستوى العالم، احنا جايبين بعض الضيوف من صناعها، وبما انهم موجودين في مصر فطبعا بنحاول ان احنا نستفيد منهم اكبر استفاده بان هم يعملوا ماستر كلاسز للشباب والصغار السينمائيين. بجانب ان في عدد كبير من الورش كمان للاطفال والصغار السن بيعملها المركز القومي للسينما في قصر الثقافه على مدار ايام المهرجان. بجانب ده كمان احنا السنه دي بنحتفل بمرور 100 سنه على انشاء النادي الاسماعيلي. فدي كمان بالتزامن يعني صدفه طيبه جدا. فبهذه المناسبه عاملين كمان ورشه داخل النادي الاسماعيلي عن تاريخ النادي مع قدام اللاعبين وقدام المشجعين للنادي، وهينتج عنها عرض مسرحي وسينمائي ان شاء الله في اخر المهرجان. اتمنى طبعا لحضرتك دوره موفقه وحفل افتتاح موفق. استاذ عصام زكريا رئيس مهرجان الاسماعيليه الدولي للافلام التسجيليه والقصيره، كنت معنا من الاسماعيليه، شكرا لك. طيب من الاسماعيليه هنروح لمدينه الاسكندريه اللي تم افتتاح معرض المصور المصري محمد بكر واللي بيحمل اسم 50 عام من البورتري السينمائي، بيعرض جزء من ارشيف المصور السينمائي واللي بيضم حوالي 600 فيلم. سواء امام عدسات السينما او وراء الكواليس كانت عدسته حاضرة. تحت عنوان 50 عاما من البورتريه السينمائي انطلق معرض شيخ مصوري الفوتوغرافيا السينمائية محمد بكر الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم. أفضل صورة صورة سعاد حسني اللي أنا مصورها اللي هي كانت مشهورة اللي كان بتعمل منها كل صور المعجبين، ودي كان في فيلم بابا عايز كده، كانت في مطار القاهرة، فدي من ضمن الصور اللي أنا بعتز بيها. عملنا 100 سنة سينما فعلا، وعندنا 100 سنة سينما، وكان ليا الفخر إن أنا أحتفظ بالسينما بالأفلام دي. يضم المعرض مجموعة من الكادرات السينمائية الساحرة التي صورها على مدار 5 عقود، ونظرا للكم الهائل من الصور تم اختيار أفضل الصور الفوتوغرافية، حتى توصل المعرض إلى عرض ما يقرب من 100 صورة فقط من أصلي 80 فيلماً مختلفاً. بحاول أن أنا دايماً يعني أمارس أو أوازن ما بين الشكل العملي أو المستوى العملي للتصوير والمستوى النظري أو الأكاديمي من خلال هذا التاريخ بصراحة، ومن خلال دراستي برضو قدرنا أن احنا يعني نعمل ترميم رقمي، حفظ رقمي وترميم لكل هذا الإرث من الثلاثينات لغاية النهاردة عشان نقدر نحافظ عليه ويكون موجود لغاية دلوقتي. احنا بنوثق التاريخ اللي يعني سينمائي وتكريما لي، وكمان الصغيرين بقى يتعلموا يشوفوا ايه الصور وايه التصوير وايه المستوى الصح في التصوير وايه قصته الصعبة، وكان فيها تعب وفيها مسبرة وفيها حاجات كتير قوي. فيعني هو درس لكل جيل جاي.
سجل بكر بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، كما عمل عما يزيد على 60 عاماً في مهنة التصوير، فهو يمتلك إرثاً ضخماً من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأبيض والأسود وحتى الآن، لذلك لقب بشيخ مصور الفوتوغرافيا السينمائية. كما للسينما سحرها الخاص الذي يزداد بمرور السنين، هكذا الصور الفوتوغرافية التي التقطها محمد بكر ترصد وتوثق ذلك السحر بلحظات تذكارية خالدة تزداد قيمتها بمرور السنين والعقود. من العاصمة المصرية القاهرة، يوليانا سعدان، هنا القاهرة عاصمة الخبر. اتكلمنا في بداية الحلقة هيكون معانا جولة في ملف الصحة وأمراض القلب بالتحديد، اللي بتعتبر واحدة من أكثر الأمراض اللي ممكن يكون لها تأثير كبير على حياة الأشخاص، وممكن في بعض الأحوال تكون مميتة لو ما تمش التعامل معها بشكل صحيح وسريع. الأزمات القلبية بتعتبر واحدة من أشهر مشاكل القلب، واللي للأسف بقينا نشوفها كتير جدا بين الشباب في الوقت الحالي، رغم أن هي ممكن تكون مرتبطة أكثر بالتقدم في العمر. الأزمة القلبية تعد واحدة من أخطر المشكلات الصحية التي تواجه الإنسان بشكل عام، وذلك نظراً لمضاعفاتها السريعة التي تحتاج إلى تدخل طبي في أسرع وقت ممكن. ويعد توقف القلب المفاجئ حالة طارئة تهدد الحياة وتحدث فقداناً مفاجئاً وغير متوقع لوظيفة القلب، ما يؤدي إلى فقدان الوعي والانهيار، ويمكن أن يكون التوقف المفاجئ قاتلاً إذا لم يتم علاجه في غضون دقائق من حدوثه، الأمر الذي يعول كثيراً على الأشخاص القريبين من المريض وقت حدوث الأزمة ومدى قدرتهم على التعامل الصحيح معها. ورغم أنه من المعروف أن النوبات القلبية تحدث بشكل رئيسي بسبب ارتفاع مستويات الدهون في الدم ومنها الكوليسترول والدهون الثلاثية، خصوصاً لدى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، فإن كثيرين قد يجهلون أن الشباب أيضاً عرضة للإصابة بهذه النوبات. وقالت مؤسسة القلب الألمانية إن سبب إصابة من هم دون 50 عاماً بالسكتة القلبية قد يكون متعلقاً بوجود بروتين معين في الدم يزيد من خطر الإصابة بالنوبة، حيث أشار تحالف علمي ألماني يضم مؤسسة القلب الألمانية والجمعية الألمانية لأمراض القلب والأوعية الدموية وجمعيات ومنظمات أخرى إلى أنه بالإضافة إلى مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، فإن البروتين الدهني A هو عامل خطر جديد نسبياً للنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ورغم ندرة السكتة القلبية المفاجئة بين الشباب، تقول المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة الأمريكية يموت فيها نحو 2000 شاب يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة تحت سن 25 عاماً، وذلك كل عام بسبب السكتة القلبية المفاجئة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الطريقة الصحيحة للوقاية من مثل هذه النوبات القلبية المفاجئة، فضلاً عن طريقة التعامل معها في حال حدوثها. هنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، بينضم إلينا من الشارقة الدكتور محمود رمضان الموافي، الأستاذ المشارك بقسم العلوم الطبية بجامعة الشارقة واستشاري أمراض القلب. أهلا بحضرتك يا دكتور في صباح جديد معنا النهاردة، وبنتكلم عن الأزمات القلبية المفاجئة، ويمكن استمعنا في التقرير لبعض أسبابها، ولكن عايزة برضو أعرف من حضرتك بشكل تفصيلي أكثر، هل ممكن فعلا بيتم تحديد أسباب لهذه الأزمات القلبية المفاجئة؟
في الواقع بالنسبة لي أنا شخصيا حصل هذا الموقف عندنا في الأسرة. يعني أخي مات في عمر 33 سنة وكان صغير طبعا، وكان الكلام ده من 28 سنة، وكنت في الوقت ده أنا حديث التخرج، وكان عندي سؤال واحد، يعني هو مات ليه؟ لأن هو ما كانش بيعاني من أي مرض، وما كانش بيدخن، وكان رياضي، ويمكن هو ده السبب اللي خلاني أدخل مجال القلب. طبعا ما زلت أتجرع مرارة هذا الحدث يعني، فدلوقتي أنا ممكن أتكلم في هذا الموضوع. أكيد أمراض القلب حسب السن بتختلف، بمعنى إذا في شخص مثلا أكثر من 50 سنة وبيدخن ممكن يكون عنده كوليسترول وقلبه توقف فجأة أو جاله أزمة قلبية، يعني ألم في الصدر، فغالبا السبب هيكون متعلق بالشريان التاجي، اللي هي أمراض الشريان التاجي يعني. بسبب زيادة الكوليسترول والتدخين مثلا، يكون عنده ضغط سكر. ولكن المشكلة في الأجيال الصغيرة الصغيرة في السن، يعني أسباب الوفاة بتبقى شيء مختلف تاني، مش بسبب مشاكل الشريان التاجي، مشاكل تانية احنا يمكن ما نسمعش عنها كتير. طب يا دكتور، يمكن فعلا يعني دي نقطة يعني اللي كنت عايزة أسأل حضرتك عليها، ان المتعارف فعلا ان مشاكل القلب في الغالب بتكون مرتبطة بالتقدم في العمر، ولكن اصبحنا بنشوفها في عمر الشباب وبشكل كبير جدا في الفترات الأخيرة. او بالنسبة لعمر الشباب، هو الحقيقة يعني كان فيما مضى بنعرف الشخص الصغير في السن اللي هو مثلا تحت 40 سنة، علشان كده نستبعد حدوث أمراض شريانية فيه. ولكن أصبح دلوقتي بنشوف أمراض شريانية يعني خاصة بالشريان التاجي، يعني جلطات القلب والناس اللي بيحتاجوا قسطرة ودعامة و في سن صغير جدا، من 30 سنة مثلا. أو أنا شفت شخصيا واحد عنده 24 سنة وجاله جلطة في القلب، جلطة شريانية، وده بسبب طبعا انتشار التدخين. يعني يمكن هذا الشخص كان بيدخن علبتين في اليوم، أو مثلا بياكل أكل مش كويس فالكوليسترول عنده عالي جدا. ولكن أنا عايز طبعا مهما كان الأعمار الصغيرة دي، مشاكل الشريان التاجي فيها هتكون أقل، لكن أنا عايز أحد أتكلم تحديدا على الوفاة المفاجئة في الأصحاء. الأصحاء اللي هم مين؟ ما عندهمش أي أمراض مزمنة، ما عندوش مثلا سكر من الصغر، ما عندوش مثلا ضغط ثانوي، فشل كلوي، فشل كبدي، ما عندوش اي امراض مزمنه خالص، ما بيدخنش، زي بقول لحضرتك زي اخويا على سبيل المثال، وكان انسان رياضي. الناس دول اسباب الوفاه فيهم مختلفه بقى تماما عن الناس الكبار. وطبعا ممكن تيجي فجاه بدون اي مسببات، يعني لعل حضرتك شفتي مثلا كريستيان إريكسن، ده لاعب الدنمارك، ده ما فيش، ده راجل صحي وما عندوش مشاكل خالص، وفجأة حصل له توقف في القلب وهو بيلعب بعد يمكن 40 دقيقة من المباراة، وعلى فكرة عملوا له كل الفحوص وما لقوش أي سبب. عشان كده الشاعر كان بيقول: ومن مات بغير علة فإن الوفاة هي سببه، مات لأنه يموت. يعني أحيانا ما بيبقاش في أي سبب خالص، حتى مع التطور العلمي اللي موجود دلوقتي. ولكن طبعا الفرق بيننا وبين الدول المتقدمه في ان الناس اللي بيموتوا بسن صغير الحقيقه انهم بيعملوا دراسات عليهم بعد الوفاه، يعني بياخدوا القلب وبيشوفوا ايه سبب الوفاه عندهم. طبعا احنا ثقافتنا مختلفه عنهم خالص، احنا دايما بنعجل بدفن الميت وما بنحبش يعني طبعا نمثل في الجثه يعني. فلكن هذا الموضوع خلاهم يوصلوا طبعا لاسباب كثيره جدا. اهم سبب في الناس اللي بيموتوا صغيرين هو تضخم العضلة القلبية. يعني مثلا دي العضلة القلبية على سبيل المثال بيبقى لها سمك معين داخل العضلة. لو حضرتك شايفة القلب اللي أنا ماسكه، السماكة دي لو زادت عن حد معين في هذا الشخص ما بتسبب خلل في التوزيع بتاع كهربة القلب بشكل متناغم. فالكهرباء دي بدل ما تنزل للبطينات وتحفزها للانقباض، لا، بتفضل بقى الكهرباء تلف حوالين نفسها في البطين المتضخم وتعمل دقات قلب سريعة جدا فيموت الشخص. ده يمكن أهم سبب. في أسباب تانية؟ في أسباب تانية طبعا. ده بيحصل بشكل مفاجئ يا دكتور، يعني بدون أي أسباب، هي فجأة عضلة القلب بتتضخم، ما بيبقاش عارف هذا الشخص ما بيبقاش عارف أصلا إن عنده المرض ده لا فكرة. وعلشان كده يعني ولا في أي أعراض ممكن تظهر يا دكتور حتى ولو بشكل مبدئي؟ ما أنا بقول لحضرتك هو في الغرب يعني وصلوا للموضوع ده بحيث انهم
بيعملوا فحص بعد وفاة الشخص، ياخدوا القلب بره ويلاقوا فيه هذه المشاكل، فبقت هي دي السبب، بيعزى لهذا السبب يعني. بس هو ده السبب الاول. ده في حاله الاصحاء يا دكتور، صح؟ حضرتك بتتكلم على الاشخاص الاصحاء. الاصحاء بالظبط. هو الحكايه بتبقى مؤلمه في مين؟ في 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 ولد صحيح جدا ما عندوش اي مشاكل، طبعا اكتر في الولاد عن البنات نسبة، ولا مدخن ولا بيتبع اعداد غذائيه خاطئه بالظبط. يعني انا بقول لحضرتك اكزامبل كاخويا مثلا. طب يعني لو سريعا يا دكتور تذكر لنا باقي الاسباب عشان بس الوقت، لو حضرتك قلت اول سبب هي باقي الاسباب طبعا يعني هي ممكن تكون ايه يعني طبيا معقده شويه. يعني على سبيل المثال في مشكله، مشاكل في توصيل الكهرباء للقلب غير موضوع التضخم، لا مفيش تضخم خالص، لكن كهرباء القلب نفسها فيها خلل هو خاص بهذا الشخص. والحالات دي ليها اسامي، مثلا حالات وولف، حالات بروجاده، حالات اطاله الفتره الزمنيه كيو تي، يمكن دول اشهر ثلاث حاجات. ده الشخص مولود بيهم وممكن يبقى عايش 5 10 15 سنه مفيش اي مشكله، وفجاه يتوقف قلبه عن العمل بسبب ان الكهرباء بتاعه القلب زياده، فالقلب بيدق 300 دقه في الدقيقه او 400 دقه نظريا، كانه ما بيدفعش الدم ويموت الشخص. ده من الاسباب. هو طبعا يا دكتور يعني احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نقي انفسنا بشكل عام، ان احنا ما نتبعش اعداد غذائيه خاطئه او التدخين برضه زي ما حضرتك ذكرت، او اي اسباب ممكن تؤثر على ان هي تسبب هذه الازمات القلبيه المفاجئه. ولكن زي ما حضرتك قلت في بعض الاحيان يعني ده بيكون قدر ربنا انه الشخص يتوفى في هذه اللحظه نتيجه لاسباب لم يعلم بها هذا الشخص وبتظهر فجاه. يعني دكتور محمود الموافي الاستاذ المشارك بقسم العلوم الطبيه بجامعه الشارقه واستشاري امراض القلب كنت معنا من الشارقه، شكرا لوجودك معنا في صباح جديد. كده هنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من صباح جديد، انتظرونا ان شاء الله غدا في نفس التوقيت. الى اللقاء.